كل التحيات لكم أصدقائي المشاهدين مع بداية حلقة جديدة من برنامج مشاكل وحلول عبر تلفزيون لبنان. بحلقتنا اليوم رح نبدأ باتصال مع سعادة القاضي علي إبراهيم المدعي العام المالي بواقع الكلام عن ملفات كثيرة عم بتابعها، ولكن اليوم مخصص لنسأله عن جديد ملف مستشفى الفنار للأمراض العقلية والنفسية اللي على أثره تم توقيف سمر اللبان ومدير العناية الطبية دكتور جوزيف الحلو بوزارة الصحة. المفترض كان يكون معنا بالبرنامج اليوم دكتور جوزيف حلو. ببداية اللقاء من حي جهود سعادة القاضي علي إبراهيم وبنبدأ باتصالنا معه. ألو. الو صباح الخير. صباح الخير رئيس، بدي احييك عبر مشاكل وحلول واهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا بحضرتك استاذ الاولى. شكرا سيدي. يعني من المواضيع كثيرة اللي كان عم يتضوا عليها هو موضوع الفساد المالي، يعني والكل بيعرف ويدرك قديش سعادتك انت حريص على دراية ودراسة كل الملفات، ولكن كانت المفاجأة اليوم بتوقيف مدير العناية الطبية بوزارة الصحة وصاحبة المستشفى السيدة سمر اللبان. يا ريت بتوضعنا يعني سعادتك بس بأجواء المواكبة والمتابعة مع كل التقدير للملفات يلي بيبحث فيها القضاء. نحن كتلفزيون لبنان وبرنامج مشاكل وحلول تحديدا منحب نبقى بعاد عنا، ولكن منضوي على فصول بتهم جميع الأصدقاء اللي عم بيتابعونا. استاذ نقول هذا ملف بلشنا فيه بناء على اخبار ورد للنيابة العامة المالية. نعم. مرفق بتقرير صدر عن مفتشين بوزارة الصحة، وبلشنا بالتحقيق بهذا الموضوع. سمعنا مديرة المستشفى وزودتني نبك عليك يعني التلفزيونات اللي يعني تابعت هالموضوع من التلفزيون الجديد ومن ال بي سي زودوني بمعلومات بهالخصوص، وانا بشرت هالتحقيق وبين انه بهالمستشفى في اهمال وفي هدر للمال العام ومخالفه للعقد المبرم بين المستشفى وبين وزاره الصحه. نعم. وتبين انه وزاره الصحه ارسلت مفتشين، والطبيب المشرف على المستشفى وضع تقارير متتالية ومتعددة بهالموضوع. نعم. وأرسلت هذه التقارير إلى وزارة الصحة. نعم. واللي بتبين أنه وضع المستشفى وضع يرسى له. تبين أنه هالتقارير ما تبلغ، ما جرى إبلاغ على حدا، واستلم الأستاذ جوزيف الحلو ما حكم لا للمدير العام ولا للوزير. وبقي الحال على ما هو عليه. نعم. هي خلاصة الملف. يعني بدي أعرف يعني هلأ هو توقيف دكتور جوزيف الحلو يعني لتحميله المسؤولية كأهمال ولا بواقع مثل ما كان؟ لا، لأنه أهمل عمله. نعم. وهذا الأهمال أدى لهدر المال العام. نعم. اليوم سعادتك بتعرف اليوم من خلال المطالبة للنائب السابق إسماعيل سكرية بالملف، هو بيشكر جهودك وبيقول انه مفترض يعني بعض المعنيين والمسؤولين كمان يتحاسبوا. بنقدر نقول حضرة الرئيس اليوم ببداية هذا الملف لم يطوى ورح نوصل الى خواتيم نرجو ان تكون محقة مثل ما حضرتك انت عودتنا دايما. لك انت بتعرف استاذ الاولى حسب احنا الملفات اللي عم تيجي على النيابه العامه الماليه هي ملفات دقيقه ونعمل بها بكثير من الهدوء. نعم. ونلاحق الدقائق الصغيره بكل ملف. نعم. ونحن بالملفات عم نوصل لنتيجه، عم ندعي ونوق اشخاص، وبالملفات مش نوصل لنتيجه محفظه ونحن بالنا بالحالتين بالنا وضميرنا مرتاح. طيب اليوم بس بدي اعرف من سعادتك توقيف احتياطي يعني هل مرتبط بسعاد هو بيسموه باللغه القانونيه الاحتجاز مش التوقيف. احتجاز؟ ايه احتجاز. التوقيف هي المذكره اللي بصدرها قاضي التحقيق. نعم. او الهيئه الاتهاميه. نحن بنعمل النيابه العامه بتعمل احتجاز، والاحتجاز اللي بتحوله على النيابه على قاضي التحقيق، قاضي التحقيق بيعمل مذكره التوقيف. نعم. يعني هلا بالحاله اللي صايره الاحتجاز قديش بدوم حضره الرئيس؟ يعني في له فتره معينه؟ الملف. نعم. هو لازم يكون اربع يعني حوالي لا تتجاوز 48 ساعه. نعم.
وبعدها وهذا الملف، هذا الملف تحول عند قاضي التحقيق هلا عن نيابي، والقاضي التحقيق بياخذ اجراءاته. طيب اليوم يعني حضرة الرئيس، بس بالختام بدي اسالك، يعني ممكن يتم الاستماع الى مدراء كمان، الى وزراء يعني سابقين، ولا لا نكتفي بهذا القدر؟ لا استاذ الكريم، لانه ما وصلت التقارير للوزير. نعم ما وصلت، وما تبلغ مستشار الوزير. نعم، وبالتالي ما بيعرفوا فيها. يعني امبارح وقت سالته لمستشار الوزير يعني قال لي خيي استغرب وجود هيك تقارير، قال انا لا شايف هيك تقارير ولا شايف صور ولا بعرف شيء بهذا الموضوع، وما رفعوا لي تقارير. يعني هيك تبين انه الاستاذ جوزيف الحلو مهمل بواجباته الوظيفيه، والا لو كان الامر مبلغ للوزير تاكد استاذ الكريم كنت بدي اطلب معالي الوزير السابق انه يشرف على التحقيق، ما كان في حاجه ابدا لهالمساله. يعني ما كانت عم تحال من عند دكتور جوزيف الحلو للمراجع المختصه بوزاره الصحه. صح. أنا بدي أشكرك سعادة المدعي العام المالي، بس يعني فصول هذه القضية رح نواكبها ونتابعها، ولكن يعني إلى الأهمية لوضع المرضى الموجودين بالمستشفى، انتهت امبارح ولا انتهت؟ الحمد لله. أنا بعتقد فيما يتعلق بهالقضية كقضية، نعم، هؤلاء المرضى توزعوا على مراكز طبية محترمة جدا، وهذا حقوقهم الإنسانية الأقل احتراما، والمستشفى جرى إقفاله من قبل وزارة الصحة، والمسؤولين عن هالتقصير تلاحقوا بالنيابه العامه. بعد الملف خلص اخذ مدى كله. يعني الاخفار رح يكون نهائي ولا هيدا مش بايدكم انتم، بايد وزاره الصحه؟ بايد القضاء بالاخر، هو بيحكم بهالمساله. انا بدي اشكرك القاضي علي ابراهيم المدعي العام المالي، بدي اشكر سعادتك شكرا لهذا التواصل. شكرا شكرا, شكرا, شكرا سيدي. مرسي، شكرا لك. اذا اصدقائي، مثل ما قلت انا ببدايه اللقاء، كان مفترض يكون معنا اليوم الدكتور جوزيف حلو، لانه بواقع الكلام عن هذا الملف كنا مخصصين فقره بالبرنامج لحتى نحكي عن مسؤوليه وزاره الصحه، وطبعا كل المواكبه اللي نحن محضرينها كنا مع الدكتور جوزيف حلو، كنا رح نتوصل من خلالها لإلاء الحقيقه يلي نحن بنسعى ببرنامجنا تنضوي عليها. وهلا مشكور سعاده القاضي علي ابراهيم يلي وضعنا بصوره مواكبه هذه القضيه اللي رح نتابعها نحن. هلا تنتابع معكم برنامجنا من هم الى هم. هلا رح ننتقل لهم شريحه كبيره من الاصدقاء المواطنين والسكان بلبنان، بهمهم موضوع رغيف الخبز، وقت اللي بنقول انه عمال هذا القطاع عم بيعانوا بهذه المرحله، ووصلوا الى مرحله عم بيناشدوا المسؤولين بصوت عالي، مفترض تساعدونا لحتى نحن وانتم نطلب تطبيق القوانين. هيدا يلي رح نعرفه من خلال اجواء المؤتمر الصحفي يلي صار امبارح. اليوم ضيفنا شحادي المصري، رئيس المجلس التنفيذي لنقابه عمال المخابز ببيروت وجبل لبنان. بدي اقول لك استاذ شحادي، اهلا وسهلا فيك. يا رب يكون. يعني خبرني اليوم انتم عم بتطالبوا المعنيين بإلاء الحقوق المشروعه لقطاعكم يكون قايل للتنفيذ، يعني وضعتوا هذه المعاناه برسم الحكومه ووزاره العمل، عندكم كثير من المطالب، يا ريت بتوضعنا بآليه توقيت المؤتمر يلي صار امبارح، نحن لوين رايحين؟ اول شيء بنتشكرك، بنتشكر تلفزيون لبنان وبرنامج مشاكل وحلول. تسلم لي، كلك ذوق. على الاستضافه اللي بعتبرها القيمه اللي عم توصل صوتنا وتضوي على قضيتنا ومعاناه عمالنا. نعم. نحن عمال الافران منذ ما قبل صدور العمل قانون العمل اللبناني، ولهذا اليوم عباره 72 سنه لم يطبق قانون العمل اللبناني على عمال الافران. في عنا معاناه، نحن معاناتنا عناوينا. عرفت كيف؟ عناوين معاناتنا بعدنا لهلا ما بيطبق علينا قانون العمل 8 ساعات، ولا الساعات الاضافيه، ولا الراحه الاسبوعيه، يعني ولا الاجازه السنويه. بيشتغل 6 ايام ولا 7 ايام؟ شو الراحه الاسبوعيه؟ 7 ايام. بعض الافران بيشتغلوا اكثر من 8 ساعات لغايه 12 ساعه بدون ساعات اضافيه. ما في اوفر تايمات ابدا. ما في اوفر تايم، ما في عطل اسبوعيه، ما في راحه فرصه سنويه، ولا اجازه مرضيه، ولا بدل نقل، ولا منح تعليميه. كلها محلولة. كلياتها ما في عندنا شيء منها نهائيا. طيب وكيف ماشي هذا القطاع؟ بأكثرية عمال شو؟ ماشي القطاع اليوم في عندنا عدة عمال، عدة شغلة، عدة عوامل تدخل هذا القطاع. أول شيء مزاحمة اليد العاملة الأجنبية الغير مشروعة. خلينا نسميها، بتقصد السوري يعني؟ طبعاً. نعم. طبعاً. مزاحمة العامل الأجنبي أو السوري
بيجوا عم يستغلوهن وبالاخص بعد الاحداث الاخيره عم يستغلوهن؟ طبعا برضاهن ولا غصب عنهم؟ يستغل العالم برضاهن. نعم برضاهن وهن بحاجه للشغل. نعم عرفت كيف؟ استغلال العامل السوري كيف عم يصير؟ بصير انه هول عم يستفيدوا من المساعدات المقدمه لهم. نعم اذا العامل عم يشتغل ب 30,000 هن مستعدين يشتغلوا ب 20,000 وما بيسالوا على عدد ساعات العمل. اوكي هيدا بيعكس سلبا على العامل اللبناني او فيما تبقى من العمال اللبنانيين. عمال اللبنانيين خلال احداث خلال الحروب خلال الاجتياحات استشهد العشرات منهم وانجرح، عارف كيف؟ هن ورايحين على الفرن، هن وجايين من الفران وكانوا عم يأمنوا رغيف الخبز لجميع اللبنانيين. قديش نسبة العمال اللبنانيين بقطاعكم انتم قطاع الافران؟ اليوم قطاع الافران نعم بقول لك في اليوم اللي بيقول لك ما في عمال لبنانيين بالافران يتفضلوا شوفوا جداول الضمان الاجتماعي اللي بيستفيدوا من الضمان الاجتماعي في؟ اللي مسجلين هن طبعا اللي مسجلين بالضمان. قديش النسبة؟ بقول لك قديش النسبة في اليوم نسبة عمال افران بتجاوز 25 إلى 30%. والباقي كله اجانب. والباقي كله اجانب ودخل على الخط اليوم جنسيات تانية مثل البنغلاتشية، صار في بنغلاتشية، عرف كيف؟ دخل لو عم يشتغلوا بمجال التنظيفات والكذا الأخير بس إنما ضمن الأفران عم يشتغلوا. يعني اليوم أنت اللي عم تطالب فيه وزارة العمل أنه تطبق القانون لحتى أنتم تكونوا قانون العمل على جميع العمال وتسجيل جميع العمال اللبنانيين والأجانب والمكتومين. طب مزبوط أنه في بعض العمال بيشتغلوا وبيرجعوا بيسترجعوا منهم التعويضات العائلية أصحاب نعم. الأفران مزبوط ولا هيدا يعني لا. تحليل لألكم مزبوط نعم. وشي واقع أوكي. وعم يصير اليوم أكتر مش الأكتر أو بعض أصحاب العمل لحتى ما نظلم البعض نعم إنه عم يلجأوا لاسترداد التعويضات العائلية من العامل تحت ضغط استمرارية العمل. معقول؟ معقول. في بعض الأفران تحولت إنه شغيل الفرن خي ما إحنا عم ندفع للضمان نعم. ما بيطلع له ضمان ما بيحق له بالضمان والضمان الاجتماعي والتعويض العائلي هو مكسب للعامل. نعم نحن عم نطالب مش عم نطالب بمعجزة، عم نطالب بحقوقنا. طب بس اليوم في كتير من الأفران بيقولوا اعطونا عمال هلا لحتى نحن نقدر نشغلهم. عمال لبنانيين ما في، ما بقى نحكي وندعي ونعلن بمؤتمرات وندوات. يعني حتى الحج قاسم إبراهيم شخصيا بلقائي معه امبارح قلت امبارح كنا قال لي ما في عنا عمال، ما حدا يتذرع ويقول في عمال نحن ما عم نشغلهم. اليوم وقت اللي بتطبق قانون العمل نعم. نحن كعمال لبنانيين نعم. وقت العامل اللبناني أقل شيء محروم من الإجازة الأسبوعية الفرصة بده يرتاح يوم أحد أو يوم تنين أو يوم ثلاثة، ما في عنده رياحة، ما بده هالجسم يرتاح من أجل الاستمرارية نعم. إنه العامل اللبناني في عنده واجبات اجتماعية، عنده زيارات، عنده وفاة، عنده زواج، عنده حالات اجتماعية. بينما الأجنبي بيجي حتى عم ينيموهم داخل المؤسسات وداخل الفران، عارف كيف؟ انه بيأمنون انه هذا ما بيعطلنا ما بيقطعنا نعم. بيضل مستمر بالعمل، بس وقت اللي بيتطبق انه العمل بشكل صحيح لا في عنا عمال لبنانيين. طب اليوم انتم من خلال هذه المطالب رح تقدموها لمعالي وزير العمل؟ طبعا ناويين نقدم مذكرة لمعالي نعم. وزير العمل، ونأمل أن نجد الأذان الصاغية ومن ينصفنا كلبنانيين كعمال لبنانيين نعم. كباقي العمال في جميع القطاعات. طب اليوم كمان في موضوع أنت تطرقت له بالمؤتمر الصحفي امبارح وهو يعني إنشاء أفران معجنات وصاج وتنور بشكل عشوائي. طبعا يعني حتى لهون اليوم صارت العالم تنظر، مثلا تنظر لمؤسسة نعم. ماشي في عندها إنتاج وكذا، بيجي حب بيقول له والله شوف هالمؤسسة والله كتير حلوة، هالفرن كتير ماشي، بقوم بيفتح فرن حد منه وفرنين وثلاثة مرخص وغير مرخصين في فلتان بإنشاء هذه الأفران المعجنات نعم، وبدون تراخيص وبدون مراقبة من الجهات المختصة. بيجي أفران بتكلفك مبالغ لصاحبها، أنا كعامل وقت تكون عم اشتغل بفرن مطابق للمواصفات وقانوني ومسجل بالضمان بيفتح بعد مني فرن أقل من 100 متر مش مطابق للمواصفات ولا في ترخيص وأصحابه غير لبنانيين نعم.
عم يلجأ لتخفيض وزن المنقوشة وزيادة العدد. ما بيقدر فيها المواطن يعني او الشاري ما بيعرف. بنتيجة الأزمة الاقتصادية المتردية اللي عم نمرق فيها واللي عم مر فيها لبنان بشكل عام، الشعب اللبناني والفقير مش عم يتطلع على الوزن، عم يتطلع على العدد. هلا كله الاوزان يعني حتى بالخبز الفرنجي الباجيت كله بتحسه كله عم يصغر، عم بيصغر بيعمل دايت، كله عم يصغر. عرفت كيف؟ كل هاي الاشياء عم تصغر. نعم. صار اليوم حتى بنغلي على المواطن مثل تجار الذهب، انه بدهم لك غلي مثلا بتغلى الاسعار. لا ليش بدنا نغلي ربطه الخبز؟ لا يا اخي خفضوها من وزنها 50 جرام. نعم. انا رحت على كذا محل إلي أكثر من أسبوع أسبوعين عم روح على المحلات والسوبرماركت عم زين الخبز، ما في ربطة خبز مثل الثانية. الوزن عم يفرق 50 و75 جرام. هذا كلام خطير. نعم خطير. هيدا بعهدة هلأ حماية المستهلك، خليها تتحرك حماية المستهلك. نعم. تتحرك وزارة الاقتصاد. طب ليش أنت ما دعيتهم؟ لأنه تعرف عندهم أبليكيشن وزارة الاقتصاد، دعينا حماية المستهلك حاضرين، دعينا الاقتصاد خليها تنزل وتشوف إني زينه. نعم. هني زينوا وشوفوا ويراقبوا. في أفران محددة أنت زرتها يعني، أو الكياس بتحمل يعني أسماء أفران محددة بتعرفها إذا طلب منك أنك أنت؟ الأفران أحيانا خبز وربط الخبز موجودة بكل المحلات. بالأخص الخبز اللي منشغل بالليل، خبز اللي منشغل بالليل هذا اللي بصير فيه تلاعب بالوزن. لأنه ما في رقابة وما في حدا من وزارة الاقتصاد أو مراقب أو مفتش بنزل بالليل يفتش على الفران. بس حتى لو كان فيه، بس إنه هيدا منه معقول إنه كل فرن وضع له خفير من حماية المستهلك للمراقبة. يعني كم فرن عندنا نحن اليوم؟ اليوم عندنا على صعيد لبنان عندنا بال208 فران، 210 فران. وعدد العمال كله خبز لبناني وأجانب؟ عدد لبنان اللبنانيين والأجانب ما عندي إحصائيات دقيقة. إنه ما عم نقول لك أكثر الأفران عندها عمالة مكتومين مش مسجلين بالضمان ولا بيلجوا. أنا بروح على الخي هيدا إله جمعة عندي، إله أسبوع بالشغل. نعم. ما إله زمان، ما هيدا بكرة بفال. هيدي الحجة عندهم. نحن وقت اللي عم نطالب بتشريع الضرورة للعمال السوريين بالأخص ما بيعود في حجة. خلي العامل السوري يتسجل بالضمان، خلي يطلع له إجازة عمل، خلي يطلع له إقامة. ليش باقي المهن المصري يخضع للضمان ولا يستفيد؟ كلهم بيخضر. ليش باقي المهن؟ نعم. مثل البناء والزراعة. نعم. والتنظيفات فيها عم يعطوهم رخص. نحن كمان العمال الأفران اعتبرونا مثل هيدي المهن وشرعوا لعمالنا لحتى ما يصير في مزاحمة، يطبق قانون يعني العمل ساعتها بنرتاح. طيب اليوم كمان موضوع مهم كثير، يعني انت كنت مطالب بتسجيل عمال المخابز بالضمان، وقلت مطالب بتفعيل التفتيش على جميع المخابز والأفران لضبط المخالفات ومنها التعويضات العائلية، ولكن يعني أنت عم بتطالب بالتفتيش. يعني برأيك وزارة العمل من خلال أنت الملف اللي رح ترفع لي رح تضمنها أدق الملاحظات والتفاصيل لحتى نقدر نوفر عليهم طبعا الطريق. أكيد أكيد، لأنه اليوم بكثرة مهمات تفتيش. نعم. وقلة عدد المفتشين بالضمان الاجتماعي. نعم. ما بيلحقوا، عندهم مهمات كتير ومفتشين عديد، والأسف أنه عدد المفتشين بالضمان عم يتقلص، عم يقل عددهم. فنحن طرحنا، نحن هلأ على استعداد للمساعدة بهذا الموضوع، لأنه عمال الأفران بيشتغلوا بظروف صعبة وبالليل. وقت نحن بنعرف مين فيه الأفران، بس وقت اللي بده يجي المفتش هذا اللي بينزل على الملجأ، هذا اللي بيطلعوه على السطح، هذا اللي بيطلعوه على الشارع كبسي. اهربوا يلا، اهربوا يا شباب. هلا انتم بعد المؤتمر الصحفي اللي عملتوه امبارح تحرك جديد لكم ميدانيا راح يكون بزيارات للمعنيين والمسؤولين لحتى تسلمون يعني مطالبكم ومعاناتكم. طالما نحن بنأمل. نعم. ان تكون هيدي حقا حكومه عمل ان شاء الله وانصاف للمواطنين، ربما نجد الاذان الصاغيه اللي ما تعودنا عليها. نعم. نوصل لليوم ان شاء الله خير تتحقق مطالبنا. أنا بدي أشكرك وبدي أحييك عبر مشاكل وحلول، حتكون دايما نحن لحتى نكون معكم أنتو الصوت المؤدي لحلول، وبتمنى ما تكون هذه الحلول مأجلة أو بعيدة عن الواقع اللي كلنا سوا بنحتاجه. ونحن بنتشكركم وبنعتبركم أنه حاملين معاناتنا ومعانات عمالنا، وإن شاء الله نحن وياكم والخير لقدام. شكرا.
خللنا اياك استاذ. شكرا لك. شكرا لك المصري رئيس المجلس التنفيذي لنقابه عمال المخابز في بيروت وجبل لبنان. اصدقائي هلا بريك ونرجع نتابع برنامجنا سوا. بعدنا معكم عبر تلفزيون لبنان مع ضيفنا من تابع وسيم نصار رئيس لجنة المتابعة للأساتذة المتمررين في كلية التربية. أهلا وسهلا فيك. هيدا تاني لقاء أو التالت بإطار المواكبة والمتابعة لقضيتكم. نحن عرفنا أنتم اجتمعتوا مع معالي وزير التربية. صحيح. من كم يوم. صحيح. كنا بنتمنى أنه نشوف الدخان الأبيض من مبنى الوزارة باليونسكو، ولكن عم بتقلي أنه الأضراب مستمر وأنتم عم بتحضروا لاعتصام تزامنا مع جلسة مجلس الوزراء. صحيح. بكل هذا الوضع ليش بعدنا محلنا؟ ما في شيء صار، ما في شيء تقدم. نحن إذا بدنا نرجع بالزمن شوي لورا. نعم. ل 9 آذار 2018. نعم. وقتها بعد اعتصام القصر الجمهوري اللي كلكم وكبتوه وصار الاعتداء علينا من قبل القوى الأمنية واعتقال 7 من أفراد الهيئة التعليمية، طلع معالي وزير المالية قال إنه هودي الدرجات الست اللي هي القضية الأساس هو الدرجات يعني. مع العلم إنه في قضايا تانية رواتبنا لنا شهرين مش قابضين، مراسيم إلحاق ما في، بس هودي جايين ما في مشكلة، المشكلة الأساس هي الدرجات الست. معالي وزير المالية قال إنه هول الدرجات هن ترجمناهم أموال بالموازنة 2018. طب نحن لحد اليوم ما شفنا منهم شيء. وزير التربية السابق الأستاذ مروان حمادي قال إنه هول موضوع الدرجات أمر مبتوت نقلا عن الرئيس بيري. كمان لحد هلا هول ما شفنا منهم شيء. فآخر لقائنا مع معالي وزير التربية الأستاذ أكرم شهيب قال إنه هو داعم لكل مطالب الأساتذة وهو بيحترم خيارات الأساتذة الديمقراطية. وهو على ما خيار الأضراب يعني لسوء للأضراب والاعتصام للأضراب والاعتصام يعني. هو قال أنه أنا بتمنى أنه يكونوا يتقابلوا الإيجابية بإيجابية، وإذا أنتوا ماخدين قرار أنا بحترم. أي إيجابية مقصودة؟ إيجابية أنه كون هو معالي معنا وحيحارب معنا لهذا المطلب وهو داعم لمطلبنا يعني. هو مقتنع أنه الأساتذة لازم يكون لهم حقوق، أنه الأساتذة يفوت على الصف. أنا عم بقول لك حرفياً انه ليكون الاستاذ ليقدر يعطي بصفه لازم يكون ماخذ كل حقوقه، فهو مقتنع بهذا الشيء. ونحن بنحييه على هذا الموقف. ونحن الاضراب منه بوجه وزاره التربيه ولا بوجه وزيرنا، نحن نازلين دعما لوزيرنا اللي هو عم يعد ملف حسب ما عرفت انا لحتى ينطرح هذا موضوع الدرجات بمجلس الوزراء. بس ما قلت لي انتم وعدتوا من وزير الماليه ومن وزير التربيه. صحيح. لحد هلا ما شفنا منه شيء. يعني كل الموضوع القانون 46 هلا نحن موضوع القانون 46 وانا معي محضر جلسه مجلس النواب يعني اللي هو اعترفوا بحقنا فيه بالقانون يعني. نعم. انه نحن بدنا نرجع بعد لموضوع حدا بيقول لنا انه بدهم قانون بالمجلس النيابي. طب ما هيدا القانون هيدا محضر جلسه مجلس النواب. نعم. وقتها الوزير فنيش انا بدي اتلي على الاعلام يعني الوزير محمد فنيش بيقول بمجلس النواب. نعم. هل المعلمون الذين دخلوا كلية التربية في الدفعة الأخيرة بالنسبة للمادة 9 تشملهم 6 درجات الاستثنائية أم لا؟ لأننا هنا نتكلم عن الموجودين في الخدمة فعليا. نعم. أي هذا ينطبق على الأساتذة الذين دخلوا كلية التربية. الرئيس بيري بيعطي الكلام للأستاذ مروان حمادي. الأستاذ مروان حمادي بيقول طبعا فهؤلاء نجحوا في الخدمة المدنية وهم يعلمون ودخلوا على كلية التربية، فبالاخر صدقت الماده 9 بالاكثريه. طب ما هيدا مصدقه الماده. ايه صدقت الماده. طب انه القانون بيشملنا. نعم. طب ليه هيدا التسويف وكل وعود يعني قلنا سنه بناخذ وعود. طب هلا ترجمت هذه الوعود بايد مين لحتى نوصل ونقول هذا هو الحل؟ الحل هو بمجلس الوزراء. نعم. مجلس الوزراء بده ياخذ قرار. لجنه التربيه ما بقى لها دور. لجنه التربيه اجتمعت من فتره. نعم. واقروا باحقيتنا كمان. يعني اليوم كان في لقاء مع الست بهية الحريري كمان بتقول انه في عندنا خيارين. ايه نعم اليوم انا جيت لهون والشباب مجتمعين برئاسه رئيس الرابطه يعني الاستاذ نزيه جباوي ومعه عدد من افراد الهيئه الاداريه. فبتقول الست بهي انه هي داعمه لهيدا الحق وهيدا حق لنا وهي مقتنعه فيه ولجنه التربيه مقتنعه فيه. وبيقول انه في عنده خيارين اما مجلس الوزراء اما قانون بالمجلس النيابي. طب القانون نحن موجود القانون يعني المجلس الوزراء هو الحل الانفع وفي في في سابقه يعني تعاونية موظفين الدولة أضربوا شهر ونص مجلس الوزراء أعطاهم الحق بالدرجات. ونحن ما بدنا نوصل لشهر ونص إضراب. قد ايه لكم مضربين اليوم؟ نحن بلشنا من الاثنين. ونحن نهار اجتماعكم بمعالي الوزير يعني. ايه نعم. ونحن بنناشد مجلس الوزراء لإنقاذ العام الدراسي، نحن مش هواة إضراب. نعم. نحن مكاننا الطبيعي هو بين طلاب. قديش عددكم أنتم؟ 2128 أستاذ. نعم.
انتم بس مضربين ولا حدا مأيدكم بالاضراب؟ ضابط التعليم الثانوي مأيدتنا بالاضراب. يعني مضربين معكم؟ لا، مش مضربين بس، ولكن اجتمعت الضابطة واخذت موقف انه بحالة شو رح نعمل هلا؟ قل لي يعني بإطار هذه المواكبة بكره رح يكون لكم. نحن بكره عندنا اعتصام على طريق الاصل الجمهوري تزامنا مع جلسه مجلس الوزراء. نعم. وهيدا برجع بعيد، نحن نازلين دعما لوزيرنا لانه هو مفترض يطرح هذا الموضوع. توجهتوا الدعوه لحتى يكون في اكبر عدد ممكن. صحيح. يعني هل العدد هو اللي بيعبر عن احقيه مطالبكم ولا صار معروف خلص؟ لا، وقفتكم هي رمزيه. وقفتنا هي اللي هي فيك تقول انه هي رمزيه. نعم، ولكن نحن الاعداد على بكره غدا حيكون في اعداد ضخمه لانه الاساتذه شبعت وعود. يعني خلص شبعنا وعود، يعني بدنا تنفيذ لهيدي الوعود. كل شوي بيطلعونا بقانون شيء، ساعة بدهم مجلس وزراء، ساعة بدهم بالمجلس النيابي. طب هيدي مش مشكلتنا. نعم. يعني أنا بدي أعطي مثل، مجلس الوزراء 30 وزير، هل بيقبل 15 وزير ياخذوا معاش أقل من ال 15 التانيين ب 6 ملايين مثلا؟ بدنا أعطي مثل. طب ما نحن نفس الموضوع، نحن هيئة تعليمية. سلسله الرتب والرواتب اعطت الدرجات لكل القطاع العام. نعم. طب ما نحن جزء من القطاع العام، وهذا لا الظلم. بعدين نحن معاناتنا مش من اليوم، يعني ما لنا وليدة اليوم لحتى نحن نقول انه والله بعد ما نعرف الناس على قضيتنا. نحن معاناتنا من 2012 اذا بدك. قد ايه لكم هلا مش قابضين اليوم؟ لنا شهرين. بالعاده قديش كنتوا تطولوا لحتى تقبضوا؟ لا يعني اول ما فتنا على الكليه وقفوا لنا معاشاتنا 5 شهور. قبضناهم. اشتغلت القبض لبعد يعني ل 17/7 فيك تقول لشهر 7 وقف المعاش، ضل 4 شهور. عدنا قبضنا، هلا وقف صار لنا شهرين. نحن يعني ما عم نطالب بموضوع القبض مع اهميته. انتبه، يعني نحن عم نروح مسافات على السنويات، يعني في ناس بتقطع 30 كيلومتر 40 كيلومتر بعيده عن بيتها. نعم. مع اهميه الراتب بس، ولكن نحن القضيه الاساس هن الدرجات. يعني موضوع الراتب جاي، ما في مشكله، ما في شيء الدوله بيروح. حتى مرسوم الحقنا مراسيمنا مش طالعه نحن، يعني اذا بتجي نحن نحكي قانون نحن عم نخالف القانون بفوتتنا على الثانويات. نعم. نحن ما عندنا صفه قانونيه، بس ولكن حرصنا على طلابنا لانه نحن عم نعطي رساله ايجابيه، ونحن اساتذه يعني عم نربي، مش هدفنا نحن الاضرابات، فعم نفوت على الثانويات حتى من دون مراسيم. طب اليوم مناشدتكم انتم للمسؤولين للمعنيين من خلال الاجتماع بالوزراء يلي هن بايدهم هذا الملف، يعني صحيح. يمكن بياخذ شويه وقت، انتم قادرين انكم تتحملوا باطار اجراء تسويه قريبه، ولا بنعتبر انه انتم ما بقى بترضيكم التسويه لانه حقكم مضمون بالقابل؟ صحيح، نحن حقنا مضمون، بس ولكن هن يعطونا مستند خطي هودي اكثر من اللي بين ايديك. مستند خطي شو؟ ما هن حتى هيدا يمكن مش معترفين فيه. ولو حتى هذا يمكن مش معترفين فيه. مجلس الخدمة المدنية لما انعطى هيدا المحضر. نعم. قال انا في عندي قوانين، يعني ما بعرف على شو استند انه هذا المحضر بدك اكثر من مشرع عم يعطيك الحق، اللي هو اعطى السلسلة، هو اعطانا الحق وما اعترفوا فيه. فنحن متمسكين بهذا القانون، نحن متمسكين بخيار مجلس الوزراء لانه هو الاسرع وهو الاسلم، وانا بناشد مجلس الوزراء يوقف وقف الضمير، يعني انه بالاخر في عندك 2000 استاذ، خلينا نقول بالحد الادنى 2000 استاذ ب 20 ساعه بالاسبوع عم نعلم، حسبهم في 40,000 ساعه هول معطلين على الطلاب، ونحن موجوعين من هذا الاضراب. طب اليوم وسيم نحن عم نحكي عن اضراب، قديش انتم لكم مبلشين بواقع هذه المعاناه؟ فعليا نحن من لما دخلنا على كليه التربيه اذا بدك، يعني إلنا سنتين. طب اليوم بدي أقول أنا بعد تحرككم بكرة، ماذا لو ما كان في نتيجة وقدرنا نحن بدنا نقول يا جماعة بدنا نلجأ لخطة تانية، يعني طريقة منهجية التعاطي مع الأمور بشكل آخر؟ نحن شو عندكم أنتم خيارات تانية بين إيديكم؟ نحن أستاذ الأولى عندنا الخيارات اللي عندنا، في عندنا تصويت ديمقراطي. نعم. يعني الأساتذة أنا هون عم بنقل صوت الأساتذة. نعم. وما بقرر عنهم، يعني أنا بنقل وجهة نظرا. أكيد نحن بنعمل تصويت، الأساتذة بيعملوا تصويت على خياراتهم. نعم. إذا هن بيلاقوا بكرة إنه في تسوية ما وتسوية جدية ممكن يتصوت على فك الإضراب، بس إذا ما كان في شيء جدي بده يتصوت على خيار الإضراب ومكملين. هلا قديش أنتم ناويين تكفوا بالإضراب؟ المفتوح؟ إيه هو إضراب مفتوح، معلن إضراب مفتوح. يعني بالواقع سابقة قديش طال عندكم هلا قبل بمرة نحن إضربنا أسبوع. وفكينا الاضراب بناء على وعد من وزير التربيه. نعم. فكينا الاضراب،
وقبل منا كمان أضربنا ثلاث أيام كمان بناء على وعد فكرنا ما عادش فينا نحن نبني على وعود، بدنا شيء شيء وعدكم شيء معالي الوزير أكرم شهيب وزير التربية، وعدنا أنه يتابع هذا الملف بكره بمجلس الوزراء، بده يحاول ينحط على جدول أعمال، للأسف جدول الأعمال انحط مش مطروح شفناه. نعم. هلا بدنا نحاول بده يحاول يطرحه من خارج جدول الأعمال، لذلك نحن وجودنا بكره على طريق القصر الجمهوري ضروري لنساند معالي نحن معه. يعني أنا من خلال كل المعطيات إيدنا بإيدكم كمان لحتى نكون دايما عبر مشاكل وحلول هو بصوتكم تقدروا تسمعوا المعنيين المسؤولين، وما بخفى عليك أنه كتار منهم بيسمعوا ولكن بيقول أنه الإمكانيات إمكانيات الحلول غير متوفرة، وياريت بنعرف شو هي الأسباب. أستاذ نقول ليش مش متوفرة لما نحن نسمع تقرير رئيس التفتيش المركزي بموظفين فاتوا على الـ على الـ على القطاع العام من دون امتحانات مجلس خدمة. نعم. بوقت الانتخابات النيابية. طب نحن وللأسف أنه نحن سمعنا جلسة مجلس النواب كل الكتل النيابية بتقول أنا بدي موظفين شرعيين عبر مجلس الخدمة، طب يا أخي نحن 2000 موظف شرعيين عبر مجلس الخدمة نجحنا بكفاءتنا، نحن نجحنا بكفاءتنا، طب تفضلوا عالجوا مشكلتنا قبل ما تفوتوا موظفين أصوات انتخابية أصوات تفضيلية. طب ليه نحن بدنا نحن بالقطاع التعليم، يعني نحن أساتذة عم نبني الوطن، نحن بناة الوطن، إذا هذا الأستاذ أنت ما معطيه حقه عن أي وطن عم تحكينا؟ يعني أنا بدي أشكرك لهذه الصرخة يلي من خلالها برجع بقول أنه عبر برنامجنا بهمنا أنه توصل للمسؤولين المعنيين. كلمة أخيرة بتحب تطلب من زملائك بكرة يكونوا معكم ميدانيا على الأرض؟ أنا بطلب من زملائي مثل العادة بطلب من زملائي يكونوا كلهم موجودين بساحات النضال بساحات الشرف، لأنه هيدا تحصيل حقنا للأسف بهذا البلد، الحق ينتزع ولا يعطى. إن شاء الله خير. شكرا لك. شكرا وسيم نصار رئيس لجنة المتابعة للأساتذة المتمرنين بكلية التربية. بالختام أصدقائي نحن وأنتم رح نكون بأجواء ريبورتاج يتعلق بحفرة بالوزاعي عم تتسبب بزحمة سير وخسائر اقتصادية. مع الريبورتاج مننهي حلقتنا، تنلتقي معكم بكرا الله راد مع حلقة جديدة. إلى اللقاء. خي اللي صار تعرف بيقولوا لك حط البنيه التحتيه طلعنا فتش كله حكي حب فاضي، يعني الله نجيهم من العالم من كارثه على الاستراد، من هون موغره الطريق وهون العالم رايحه جايه، اجى السفلين عم بفضي هون ترك المستوعبات بالارض، لما خبطوا المستوعبات بالارض هيك عملت حفره بالارض، على اساس قلنا نحن افتكرنا شغله صغيره، طلعنا فتشنا طلعت شغله كبيره كثير، فجرين الأساطل من هون، قلنا نحن أبو يومين شغلت يومين ثلاثة، والجماعة يعني حقيقة اتحاد بلدية الضاحية مشكورين، بلدية برج براجنا كمان مشكورين عم يشتغلوا الجماعة، بس يا خي هذه شغلة كبيرة بدها وزارة أشغال، ما بدها ما فيهم لا هيدي عم يشتغلوا تعطلت أشغالنا صار ببيوت العالم، ونحن كل يوم بقولوا لك بكرة وبعد بكرة وهيك، بس ما فيك يا أخي ما فيش شو عم نشوف بعيننا جميعا عم يسهروا للساعة 12 بالليل. خي الشغل خفيف هي أمر طبيعي، ووضع الاقتصادي كمان تعبان، وجتنا هيدي يعني كفت علينا بزيادة، هلا كانوا عاساس قالوا السبت بزفتونا، بعد لهلا مش مبين لأيتم، كل سبت بيوعدونا هاليوم وهاليوم، أول شيء بدنا منهم يأسرعوا، إلهم أكثر من شهر، يعني شغلنا واقف وبتطعف لك محلاتنا مسكرة. وبدنا انه يستعجلوا لان شغلنا يمشي. هلا طبعا شيء اكيد انه خسارهم كبيره، بما انه مثلا حفره مثل هيدي ضلت هلا ما يقارب الى تقريبا شي شهر، عرف كيف؟ اذا بدهم يفتحوا الميل الثاني كمان بده يصير في ضرر على المحلات الثانيه، هيدي هلا بدها كيف بدهم يقولوا يعني بدهم يعملوا لها شيء وضع ثاني، يعني ترتيب ثاني لحتى يقدروا يشتغلوها، هيك ما فيهم يفتحوا مثل ما فتحوا، هيدي لو ما فتحت هيك وصار في عوامل طبيعيه ما 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 يعني ما قدموا على هيك مشروع، يعني ما حدا بيقبل هيك، بس شيء صار شو بدك تعمل؟ ما فينا نلومهم للجماعه. خليني صوب على موضوع معين، هيدا يعتبر من المداخل الرئيسيه لبيروت، وبالتالي هي الأزمة أزمة السير منا هلأ استجدت لقاء هيدي الحفرة، ولكن هي على طول موجودة مداخل العاصمة إن كان من النفق ولا إن كان من هون عم تشهد هيدي ذروة خانقة. أنت بتعرف أنه في صار كثافة سكانية موجودة ضمن هيدا المحيط، وفي كثافة سكانية موجودة يعني في أشخاص كتير انتقلت
على مناطق تانية، وبالتالي صار هيدا الطريق صار طريق رئيسي لحتى الناس توصل على أشغالها. صار عنا هيدي هالمشكلة هاي. نحنا بالظرف اللي صار فيه والوقت اللي صار فيه اتدخلنا، رفعنا الخطر عن الناس من خلال الانسياب المروري، وعاد رجع إجت الفرق كمان بالليل بلشت تشتغل، واشتغلت بظروف كتير صعبة. الرجار الأساسي القدرة الاستيعابية له ما عادش كفي، انت بتعرف يعني انه صار في يعني تغيير جغرافي للمنطقة، يعني من حيث العدد ومن حيث السكان ومن حيث الهدف. هالضغط هيدا أدى إلى انفجار الأسطر، وهيدا الأسطر عمره 40 سنة 35 سنة يعني، وبالتالي يعني ما كان ضمن المواصفات اللي اليوم عم بيركبوا فيها هالأساطر هاي. رئيس الاتحاد عطى الأوامر ونزلت الفرق فريق الأشغال تاع البرج البراجني وطلب المتعهد وبلشنا نحن بالشغل. لكن انت بتعرف يعني وقت اللي ما بيكون في شيء دراسي أساسي حول أي مشروع ومش موجود عندك الخرائط، بيكون يعني شغلك أصعب بكتير مما أنه يكون متوفر لإلك الخطط والدراسات. قصة أنه نحن وقت اللي هذا الأسطر كان على طول عم تمر فيه المي، أنت ما فيك تيجي تسكر المي لأنه بالنهاية بدها تطوف على القاطنين كل اللي موجودين بهذه المنطقة، وبدأ يعني شوارعهم وبيوتهم يصير فيها مشاكل كبيرة كتير. بهالظرف هذا حاولوا الشركة والبلدية وأشغال البلدية على هالأساس هذا اشتغلوا ويعني بقدر أقل من الخسائر، ونحن الحمد لله يعني وصلنا لنتائج. نحن هلأ بعد بدأ يومين إن شاء الله والأمور كلياتها بتنتهي. هيدي نحن كاتحاد وكبلدية مش مسؤوليتنا. المعروف يعني أنه في مراسيم صدرت هيدي بتقول أنه يفترض أنه بوزارة الموارد المائية هي بتتابع هيدي الأعمال، وهي لازم تشرف على التأهيل وعلى البنية التحتية في حال إذا كان في عنا مثل هيك مشاريع. هلأ رئيس الاتحاد عم يتواصل مع الجهات المعنية ومع الوزارات اللي هي من حقها أنها تكون موجودة وهي أنها تعطي العلاج يعني الناجح. بالنسبة للناس عم نشتغل 24/24، وكل الأهالي المنطقة هون بيشهدوا على هالشي هيدا، يعني ما صار في عنا تقاعس أبدا. بس الشغل مثل ما بتعرف حضرتك أنه بده وقته، لأنه نحن عم نشتغل بأساطر المي فيها جارية، يعني ما فيك توقف المي عنك لحتى تكون عم تتابع شغلك. أساطر كلها مليانة وجاية بغزارة كبيرة، ونحن عم نشتغل ضمن هالظروف الصعبة هيدي، والأرض هون رملية، الأرض الرمل تعرف في عندك تشليقات وفي عندك انخفاش وفي عندك عم نحافظ على الخدمات الاكزيستنج الموجودة بارالل عم نشتغل عليها كلها صباح. الشغل عم يكون 24/24 من أول يوم اكتشفت البشكلة، يعني تقريبا صار العد العكسي، يعني تقريبا خلصنا شغل بهالأريا هيدي الموجودة هون، وفي هيدا الرجار الموجود هون حيرفع وتنردم المنطقة كلها صباح. مثل ما انك شايف حضرتك يعني مسربين مرتاحين مرئين بالطريق، يعني معقول تصير بمحل تاني. يعني هلأ نحن غيرنا نص الأساطر الموجودة هون، بعدين في عندك القسم التاني من الطريق يستحسن أن تكون عم تتغير كمان مشان بعدين نتلافى نفس المشكلة يعني.